المنجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قالت وزارة الزراعة الحالية إن السماح باستيراد البيض والدواجن من خارج العراق يهدد برفع البطالة في البلاد بنحو 20%، حيث أن 700,000 من العمال وأصحاب المشاريع سيكونون عرضة للبطالة. وقال مدير عام دائرة الثروة الحيوانية التابعة للوزارة عباس رحيم إنه يوجد 7700 مشروع في مجال الدواجن وإنتاج بيض المائدة، ومعدل المستفيدين في كل مشروع هو 100 مستفيد من مختلف الوظائف والتخصصات، موضحا أن أكثر من 700,000 شخص يعمل في هذه المشاريع، وإذا ما استمر نحو 1,000 مشروع منها فقط فيمكن أن يتحول 600,000 عامل إلى عاطلين إذا ما تم إقرار استيراد البيض من الخارج. قال عضو لجنة الإعمار في برلمان كردستان العراق هواري مولا ستار إن قيمة الأضرار الناتجة عن حوادث الطرق خلال العامين الماضيين في عدد من محافظات شمال العراق بلغت نحو 50 مليار دولار. وأوضح مولا ستار أن رداءة الطرق أدت إلى وقوع 12,000 حادثة مرورية توفي بسببها نحو 1679 شخصا، فيما أصيب نحو 19,570 شخصا. يشار إلى أن العديد من حوادث الطرق تقع في بغداد والمحافظات بسبب الإهمال الحكومي للطرق وغياب القوانين المرورية وعدم الالتزام بقواعد السلامة. كشف مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب أن العراق يستهلك 29 مليون لتر من وقود السيارات في اليوم الواحد، لكنه يستورد 16 مليون لتر منها لعدم قدرة المصافي الوطنية على إنتاج هذا الكم الهائل. وقال طالب إن حجم استهلاك المواطنين من الوقود عالي الأكتان المستورد يتراوح بين 2 مليون إلى 3 ملايين لتر في اليوم، وهذا يعني أن ما يتم استهلاكه كبنزين محسن يوميا يعادل 18% فقط من مجمل ما يتم استيراده، أما المتبقي فيعادل 13 مليون لتر فقط، وهو بالضبط يساوي ما ينتجه العراق يوميا، فيتم خلط المتبقي مع المنتج ليكون 26 مليون لتر يباع كبنزين عادي. قال مسؤول حكومي هندي إن العراق يزود الهند بأكثر من ثلث احتياجاتها من النفط الخام. وذكرت وكالة رويترز نقلا عن المسؤول الحكومي الهندي أن بلاده تشتري معظم نفطها من الشرق الأوسط، لكن أمريكا برزت باعتبارها رابع أكبر مصدر وسترتفع الإمدادات هذا العام بشكل كبير منها، مبينا أن حصة الولايات المتحدة في السوق الهندية سترتفع إلى 8% هذا العام. وأضاف أن العراق يأتي في مقدمة الدول النفطية التي تستورد منها الهند، حيث يغطي احتياجات الهند بنسبة 23%، تليها السعودية بنسبة 18% والإمارات العربية المتحدة بنسبة 11%. كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن ارتفاع حيازة العراق من السندات الأمريكية لأكثر من 900 مليون دولار خلال شهر كانون الثاني الماضي. وذكرت الخزانة الأمريكية أن حيازة العراق من السندات الخزانة الأمريكية لشهر كانون الثاني من عام 2022 ارتفعت بمقدار 923 مليون دولار وبنسبة 5.95% لتصل إلى 23 مليار و425 مليون دولار بعد أن كانت 22 مليار دولار في شهر كانون الأول الماضي. وأضافت أن هذه السندات ارتفعت أيضا عن نفس الشهر الماضي من العام الماضي، عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 14 مليار دولار. أما الآن فانتقالا لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام موجز، إلى اللقاء.